هل يجوز للمصلي أن يتعوذ من الشيطان أثناء الصلاة؟ يتعوذ من الشيطان في ابتداء الصلاة، لأنما يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جلك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ابتداء صلاته، وهذا يكفي. إلا إذا وسوس له الشيطان وشوش عليه في صلاته فلا بأس أن يمسك عن يساره وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان. جزاكم الله خيرا، حتى وإن كان في أثناء الصلاة، حتى وإن كان في أثناء الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا.